أعطته النملة بعض الطعام. أعطته، إنها همزة على ألف وهي أحد أشكال همزة إيش؟ همزة القطع. أحسنتم، سبق ومرق علينا كمان همزة قطع. أرجو منكم يا طلاب الأذكياء استخراجها. أعطته النملة بعض الطعام. أعطته النملة بعض الطعام. الألف التي عليها همزة من فوق نسميها همزة قطع. النملة، النملة. حلف اللام، لم ألفظها فهي لام شمسية. النملة، النملة، فهي تنتهي بتاء مربوطة. قال الجندب: شكرا لك يا عزيزتي. هذه جملة شكر. شكرا لك يا عزيزتي، يا نسميها إحدى أدوات النداء. يا عزيزتي، وعزيزتي هي الاسم المنادى، وهي الاسم المنادى. تعلمت منك فائدة العمل والنشاط. فائدة العمل والنشاط. أردد الجملتين. دخلت النملة بيتها. دخلت النملة بيتها. جاء الجندب إلى النملة جائعا. جاء الجندب إلى النملة جائعا. هذه هي ترديد للجملتين. لنبدأ يا ثاني بالتدريبات. واحد، أضع حرف فاء مرة وحرف القاف مرة في الفراغ، ثم ألفظ الكلمتين. نضع، سنسمع الكلام ونضع الفاء في بداية الجملة، هكذا يكتب، فتصبح فائدة. نضع حرف القاف مرة أخرى فتصبح قائدة. فائدة، قائدة. مرة فاء ومرة قاف، هكذا يوضع الفاء في وسط الكلمة. حفل، حفل. نضع القاف تصبح حقل. نضع الفاء خل، ف، وهنا تصبح خل، ق. فائدة، قائدة، حفل، حقل، خلف، خلف. أريد منكم يا ثاني تحليل هذه الكلمات حسب ما بلفظ. فا إي دا تن. الكلمة الثانية قا إي دا تن. مثل ما بلفظ بق 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 بحلل. حف لن، حف، لم أقل ح، ف، حف لن. الثانية حق لن. كلمة الثالثة خل، فو، خل. مع بعض فو، خل، قو، وهكذا. أضع الشدة فوق الحرف الملون، ثم ألفظ الكلمات ملاحظا الفرق. جمع، جمع، جمع. أريد هنا يا ثاني التركيز في تحليل هذه الكلمة. بمجرد ما شفت شدة بفكها لحرفين، حرف ميم ساكنة وميم متحركة. ما، ميم ساكنة وميم متحركة. طبعا احنا اتفقنا ان الحرف الساكن يأتي مع الحرف الذي يسبقه، بتصير جم ما ع. هكذا تحليل الشدة. نزل، نزل. نفك الزين الى حرفين، زين ساكنة وزين متحركة. الزين الساكنة ستأتي مع الحرف السابق، ونرى الزين المتحركة ستأتي لوحدها أو مع حرف ساكن، فتصبح ن ن نز ل. وهكذا كسر، 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 لأن فكينا لسين ساكنة وسين متحركة. اقرأ الجملة قراءة معبرة. شكرا لك يا عزيزتي. شكرا لك يا عزيزتي.
شكرا لك يا عزيزة مصر، اقرأ لي هذه الجملة يا ثاني، اقرأها وتابع معي. شكرا لك يا عزيزتي، إنه فرحان ومبسوط بأن النملة قد أعطت الجندب طعام، فنقرأها قراءة معبرة. شكرا لك يا عزيزتي. تمرين رقم 4 تم حله في المرة السابقة، أريد منكم فقط حله ومتابعة لحل تمرينات الصفحة رقم 58 وإرسالها لي مع صفحة 59 مع ملاحظة أني أريد جملة اسمية وجملة فعلية، وأريد شبه جملة حل صفحة 58 زائد 59، وشكرا لكم.